أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنتم حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك الرقبة أو إطعام في يوم ذي مسأبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.